Sen anlat Karadeniz. ايه اسماء؟ نفاس الكل عندك ما؟ ايه طبعا. لكن افتحي سبيكر. ثواني يا صبايا، في عندي خبر حلو لإلكم. ايه يلا احكي، خلينا نفرح شوي. زملائي بالنقابة منظمين مهرجان صغير، الهدف منه مساعدة الطلاب الجامعيين بمنح، يعني ناس رح تجيب لوحات وناس أشغال يدوية، وأنا حجزت طاولتين إلكن. يا الله الفكرة بتجنن. حلو كتير. هو المربح رح يروح للطلاب أكيد، وبالنسبة إلكن حيرجع لكم رأس المال مو أكتر، بس تخيلوا قديش رح تعملوا دعاية حلوة وتجيبوا زباين لشغلكم. يا اسماء عن جد ما في أروع منك أنت، شكرا. دخيل اسمه ربنا هي جبر بخاطرنا ورجعنا نشتغل. ماشي، لكن خلص اتفقنا، وانا لما برجع المسرح رح ساعدكم، بس انتو حاولوا انه تأمنوا الاغراض كلهم. ايه ولا يهمك، رح نجيب كل شيء. اتفقنا، يلا بشوفكم. اوكي حبيبتي. مو مصدق الشيء اللي سمعته. نحمده ونشكره. يلا شو ناطري؟ اول شيء نكتب قائمه بكل شيء بدنا اياه، ومنخلي الشباب يروحوا ويجيبوا لنا كل الاغراض. ماشي، اتفقنا. يلا الحمد لله، شكرا لك يا رب. يلا يا صبايا، ما في احلى منكم. افتحوا لنا هالباب يلا. في ضيوف اجوا لعندك يا بيك. حاجتك زل عند رجلين معلمك، خليك رجال. لما قال لي جاييني ضيوف خفت يكونوا البنات كمان جايين معاكم لهون. الحمد لله اللي جايين انتو بس. شو نضيفكم شباب؟ ما بدنا نعذبك فيدات، تاكل قتلة وخلص. انا كنت مفكر آسية هي اللي خلاص. قلت آسية حاف؟ آسية خانم هيك بتقول. انا فكرتكم جايين تعتذروا على اللي عملوه البنات، وكله بإشراف آسية خانم. يبدو غلطت. طبعا معلومة غلطت. عادي من الوقت للتاني إذا الواحد غلط، بس أكيد أنتوا عارفانين بالتفصيل اللي صار صح؟ إيه عرفنا اللي صار، بس قلت بجي لحتى أسمع رأيك لأنه مخي استيعابه بطيء. تمام. من وين بتحب بلش لك؟ شو رأيك تبلش حديثك من روحتك هداك اليوم على بيت الشيخ؟ وقفت قدام مرتي نفس، وكل البرك والأكل اللي تعبوا عليهم وعملوهم رميتهم على الأرض، ورحت وخليت أم ابني عم تبكي ومقهورة. من هون بلش لي حديثك. شلون صارت أم ابنك؟ أنت عن جد جنيت بشكل خطير طاهر. لحظة، ممكن يكونوا عم بيحطوا لكم شي بمية الشرب اللي عندكم. طولي بالك يا ضخم يا بطل أنت، وحط لي سلاحك بإيدي عالسريع عالسريع. لا تخاف عليه، ما رح أسره منك، برجع لك يا شباك. أنا قلت لك قبل شوي مخي استيعابه بطيء، شو ما فهمت؟ استيعاب مخه بطيء، بس علمته يكسر روس. هالمرة عن جد كسرت لي أنفي، بحب هنيك على هالضربة هي. مشان الحديث تبعنا يبدأ صح فيدات. أنت ما عم تتعاون معي بنوب. تعال خلينا نكمل حديثنا. كيف قلبت الطاولة وطيرت الأكل بالهواء؟ حابب أعرف كيف. نجرب الحركة. دخيلك يا الله، طار فيدات بالهواء، بيكون جرح حاله المسكين. تعال يا حلو معي، خلينا نروح على المطبخ ونشوف إذا في بندق وفستو ونعدهم كم حبة. حتى وانت عم تهرب ضليت واحد واطي، برك شو كان زنبلة تشنقه؟ انت لهلأ ما عم تفهم طاهر، غير نفس ويت بالدنيا، ما في أي حدا منكم بيهمني، ما في أي شي بيهمني غيرن وبس. أه. أه. أه.
تمك يا ابني، شو صار لك؟ شكله شبعان. كأنه ما عم يشبع من الضرب هاد. لا تستسلم يا السرعة شبنا، انت طاير المجنون نسيان؟ يلا اضربه وراح يشبع، ما هيك يا فيدات بيك؟ ها؟ ليك شلون لون وشه تغير؟ انا مو عاجبني لونه لحد هلا. لازم يفهم انه هي اخرة اللي بيعلها مع الكاليلية. لارجع فهمك، اي حدا من الكاليلية بالذات نفس وابنيت، اذا بشوفها قريب منهم لمسافة 500 متر بدفنك بأرضك. عم تفهم علي؟ تحملتك كتير وما بقى فيني اصبر. بس لحظة، دقيقة، مخي ما عم بيجمع ابدا، غريب. من كتر الضرب بيكون نزل السكر عندك، بعد شوي بيزبط معك. يعني نفس ويت كاليلية هلا؟ ليك صار عم يفهم بسرعة. طيب وليش موجودين ببيت الشيخ عثمان طاهر؟ ها؟ معقول امك هي اللي تكون مقلعتهم من بيتكم؟ ليك رح خبرك شغلة ورح كون صريح كتير، لما خطفوني البنات خفت كتير منهم، لأنه كنت خايف ينتقموا من يلي عملته فيهم، بس هلأ مو حاسس بالخوف أبداً. ليش؟ ليك فيدات، أنا مليت منك ومن تصرفاتك. لا تواخذني والله. خليك بعيد عنا يا واطي، عم تفهم؟ بعد عنا وروح. مو قدران بصراحة، تعلقت فيكن كتير وما لي غيركم بطرابزن الممل، شو بدي أعمل؟ أنا ما بظن لك رح تعملها، بس مرت أخي ونظر، إذا بتفكر تشتكي عليهم للشرطة. وفتنا بالموضوع الأساسي أخيراً بعد كل هالضرب والقتل والتهديد. اللي إذا رحت واشتكيت للشرطة شو بتعمل؟ ها؟ بتدفني وأنا عايش؟ ولا بتوقف قدامي وبتقوصني؟ شو بتعمل؟ وليش لخليك تنال هالشرف بالله؟ جوابك عجبني كتير. انتو بتعرفوا شو رح يصير، ما؟ إذا أسية خانم، نفس أو حتى أي واحدة من البنات اشتكيت عليهم، رح يضلوا سنين طويلة بالسجن. الخطف جريمة كبيرة بالقانون، بتعرفوا مو هيك؟ إذا فكرت تعملها. إيه؟ كمل. إذا فكرت أعملها بهديك اللحظة ما بيضل في شيء أخسره فيدات. وبظنك بتعرف إنه أكتر حدا لازم تخاف منه هو الشخص اللي ما ضل عنده أي شيء يخسره بهي الدنيا، عم تفهم؟ إذا رح تشتكي على البنات، إذا كنت السبب بدخلتهم على السجن، أنا رح أنتقم، عم تفهم علي؟ أنا رح أنتقم ورح تروح معي لمدة 24 ساعة وأعمل فيك شغلات ما بيتخيلها حدا. حتى أنت رح تتمنى أنه يطلعوا من السجن بسرعة أكتر مني أنا، ويمكن تصير تدعي وتترجى من شانهم، عم تفهم علي؟ رح تصير تصلي لهم مشان يطلعوا من سجنهم، وبتعرف فيني أعملها، شو رأيك فيدات؟ لا والله ما بيصير تقوم فيدات، ما تقوم، منعرفك صاحب واجب، نحن منعرف طريقنا لحالنا، خليك مرتاح. يلا بخاطركم شباب. شو كل هالقتل والضرب اللي أكلوا هاد؟ أمه ما رح تعرفوا هلا. مسيك يا حلو، هذا للضخم تبعكم، رجع له يا، لا تنسى، ومعلمكم اللي جوا خدوه على المدينة الصناعية، الدكاترة ما بيقدروا يزبطوه. يلا فوت لعنده يا قلبي. فيدات بيك حضرتك منيح؟ أنا منيح وأنت؟ جهزوا لي السيارة. حاضر يا بيك. أمرك. مصطفى اللي طاهر رح يعملها برأيك؟
هلا هذا الزلمة يا ابن حرام بقى مو غريبة عليه يعملها، بس كمان شغلة، شو راح يقول مثلا؟ 5 نسوان خطفوني؟ ايه؟ وين الشهود والإثباتات على هذا الحكي؟ ما عنده، ما هيك؟ مو طالع بإيده شي يعني؟ ايه طبعا، ليك مشكلته هلا الواجهة مضروبة والدم عم يطلع من فتحات التهوية، بده تصليح، وإذا اشتكى عليك حكي تاني. صدقني بزعل إذا ما اشتكى. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخي إذا متذكر أنت مديون إلي بقعدة وجايك لحصل ديني منك. وأنا ديني بوفي، تفضل أعود، تفضل. بس لجيب كاسي وجاي. تسلم. تفضل. يسلموا ايديك شيخنا. الف صحه وهنا، تكرم عينك. ايه طمني، كيف امورك وكيف الشغل؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير، كل يوم بشكر ربي وبحمده على هالخير. ايه والله الحمد لله، الشكر سبب النعمه. شو ما صار مع الانسان بحياته من مشاكل فبيكون من قله الشكر. صح. مره من زمان صارت قصه، واحد طلع من ارض الحجاز بده يسافر، كان بده يسافر على سمرقند. قام لما وصل لهنيك هو وعند مدخل المدينة شاف 5 أشخاص قاعدين تحت شجرة، قام راح لعندهم سلم عليهم وقالوا له وعليكم السلام. قال لهم أنتوا ليش هيك قاعدين؟ واحد من اللي قاعدين رد عليه، إذا عطانا ربنا منشكره عن نعمة وإذا ما عطانا منصبر. هاد المسافر لما سمع هالحكي تضايق، قام واحد من الخمس اللي قاعدين لف لعنده قال له أنت شو عم تساوي بحياتك يا أخي؟ قام جاوبوا إذا الله ما عطانا منشكره وإذا عطانا منتشارك بالنعمة. أي والله يا شيخ كلامك. صح. سؤال شيخي، حضرتك خلقت وكبرت بهالمكان ما؟ إذا بقلك ما طلعت من هون طول حياتي من عدا العسكرية بتصدقني؟ أي والله بصدقك يا شيخي، حضرتك من هالأرض ومتمسك بجزورك. إيه صح. طيب وحضرتك من وين؟ رح تصدقني يا شيخي إذا قلت لك إني من إسطنبول. العفو منك بس سواء. العفو، استغفر الله استغفر الله. شو صار؟ إيه إيه تمام. العفو شيخي، أنا مضطر أستأذن. طمني كله خير إن شاء الله. كله خير، قصص بالشغل. إذا كان هيك رح أقول الله يرزقك. برجع بعمل لك زيارة مرة تانية. بتشرفني بأي وقت، أهلا وسهلا فيك. مع السلامة. خاطر. بأمان الله. يلا اشتغلوا حركوا حالكم. لكن خلونا نبلش بالبرك أول شي. العجين أنا، نظر انتي قطعي البندورة. ماشي. وبراك بتقطع البصل. تمام. اسمعي براك، طلعي لعند النواطير يلي برا وعطيهم هالكاستين، خليهم يشربوا كاسة شاي سخنة، حرام بيتفولن شوي. خدي. ها يسلموا هالإيدين. صحة وهنا. اي والله يسلم هالإيدين. هلا انتوا الاثنين يعني، وحتى نحن شو بصير اذا طلعنا مشوار وشربنا شاي؟ شو نساوي، هيك مكتوب علينا. ها هي مصطفى وطاهر. فاتح
تعبني يلا بدي اياك، وشاب التوصيل خليه مع البنات. طيب والشاي؟ عمل لك بدي اياك وعم تقلي شاي؟ تعال شوف بعمل لك شاي خمير على كيفك بالشركة. يلا فاتح تعال بسرعة. حتى هون ما لنا نصيب بالشاي، يلا بنشربه بعدين. الله يكون معك. إلا باي وتعا. يلا حبيبي يلا. سلام. براك ناديلي نفس لو سمحتي. خير صاير شي؟ لا بس ناديلا. أخي شو صاير؟ بتعرفوا كل شي بعدين. خير طاهر؟ نفس بدي اياكي تيجي معي. في طلبية عم نجهزها. لازم نحكي شوي، شو صار لك؟ بابا انتو لمن رح تروحوا؟ بدي تضل معي. بدي احكي مع امك، بس انت ضل بالبيت لحتى نرجع، ودير بالك على كل اللي هون. يلا حبيبي بطل انت. حبيبي فوت استنانا بالبيت، ما رح نطول اتفقنا؟ براك ممكن جاكيتي؟ طاهر شو الموضوع؟ نفس امشي معي وحاجتك اسئلة. معلم فكرت فيدات بيك اجا. عرفت بجيد فيدات وضاربينه كتير. يقعد عاقل هو كمان. يعني بتجيني بنص الليل عم ترجف من بردك، وهلأ جاييني من الصبح ووجهك مشوه من كتر الضرب، شو قصتك انت؟ شو صار؟ عينه صابتني يا معلم. طاهر ما؟ والله يا شب شكله مبين معادي أبداً. مشوهك منيحة؟ تمرن على وشي كتير هتافة. انت رحت لعند فيدات؟ ايه رحت لعنده. شو بده؟ ما بده شي، يعني ما حكى شي محرز أو خرج نسمعه. أصلاً ما بيقدر يشتكي، الدليل الوحيد ضدنا انمسح. شو هذا يلي انمسح؟ لك براك ونظر صورتهم كاميرات المراقبة عم يخطفوا فيدات والتسجيلات انمسحت. ايه مين مسحوا النفس؟ واحد من رجاله لفيدات. معقول واحد من رجاله عمل هيك؟ شو بيعرفني نظر هيك قالت، يعني أنا كمان استغربت، وقال كان عم يساعدها من الأول. يعني هلأ ما عنده دليل؟ يا حوينت الضرب اللي ضربته يا لهالتافة. انت شو قلت؟ نفس بدك تقولي لي يا ريتك ما ضربته والعنف ما بيحل المشكلة ما؟ لا كنت حقول شغلة تانية، كنت بدي اقول لك يسلم ايديك. اوه واخيرا ارتاح قلبي. عندك طلبية جديدة؟ طلبية كتير كبيرة. وهالمرة مين رح تخطفه؟ لا انتو شغلكم بالبراك. انتو شغلكم بالبراك؟ شو قصدك؟ مفكروا مو صعب مثل شغلكم؟ استغفر الله، واضح كتير انكم عم تتعبوا. مجبورين نطعميكم. وانا جوعان. اخ يا نفس، رحتوا وخطفتوا فيدات وانقذنا براك. مرجانة كانت رح تقتله وانا رحت لعنده وضربته. كتير شغلات صار ورا بعضهم، بس ما عم فكر هلا غير بشغلتين نفس. وشو هنين؟ أول شغلة إنه ابننا هو اللي حضر الفطور اليوم. والتانية؟ فريقنا تأهل للتصفيات. أي منيح؟ استني استني، بهي اللحظة وبهذا المكان بحبك.
دير بالك على رجالك كمان، مو بس على حالك. اي ماشي، ورح سلم لك على دوروب كمان. السلام عليكم سنية خانو. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، نورت. ليكي يا خانو، بصراحة أنا آخذ على خاطري. ليش، شو ساوي؟ خير إن شاء الله. عرفتي أني انتقلت على بيت جديد وما عملتي لنا زيارة لتباركي لنا؟ إيه بدك ما تواخذني، ما شاء الله زحمة كتير والولاد كلهم عندك. إيه والله كلامك صح، ما شاء الله بيتي زحمة. أنا بيتي قد نص بيتك، حتى يمكن ما بيطلع قد ربع بيتك كمان. طاهر وييت ونفس وأسماء وبيراك وأنا، بس كلياتنا قاعدين ومرتاحين سوا، ما في حدا متضايق من التاني. انت كل هالبيت مو سايعيك، ما هيك؟ وإلا ما كنتي طلعتي بهالطقس البارد لبرا؟ شو موقفنا هون؟ خلينا نفوت لشوا. الله يسلمك بلاها، أنا مرقت بس لحتى سلم عليكي وامشي، اطمنت عليكي الحمد لله. يا ميت أهلا وسهلا. أهلين فيكي. لحالي؟ شو وين راحوا كلهم؟ من شوي إجا مصطفى وأخذ معه آسيا وبلم على البيت، ومراد إجا ووصل مرجانة ونظر كمان. يا الله، أنا ما ساعدتهم بالتحضيرات. أصلاً الصبايا كانوا كتير مرتاحين، لأنه لما أنا وصلت كانوا مخلصين شغل. بس حاسة حالي إني مقصرة معهم. شو هالبسمة الحلوة؟ عمي عثمان؟ عمو؟ طلعنا مع تختك. لا بس أنا ما كنت نايم، هي بس هيك غفوي. بابا طلع ريح حالك. إيه والله، لا تواخذوني يا جماعة. لا العفو منك، شو عم يا تقول؟ رب بسم الله، يلا تصبحوا على خير يا حبايبي. وأنت من أهل الخير يا عمي عثمان. تلاقي الخير. مشان الله لا تواخذوني، بس حاسة حالي فارطة من التعب اليوم ومو مصدقة إمتى نام. بصراحة أنا كتير خجلانة منكن. ولشو الخجل؟ براك وين نامت ما؟ ايه فوق نامت. حسيتها كأنها كانت متضايقة من شي وسألتها بس ما جاوبتني، وبصراحة ما فهمت شو الموضوع. خلص أنا بحاكيها. طيب تصبحوا على خير. أنت شو عندك؟ ليش لحد هلأ سهران؟ شايفك صحيان منيح ما شاء الله، شو قصتك؟ ما بدي نام بابا لو سمحت، الله يوفقك. ما تنام. شلون يعني؟ شبك نفس، يعني قصدي بس شي نص ساعة. طاهر بدك تعلمه يسهر؟ أو تلت ساعة. طيب بس 10 دقايق. إذا 10 موافقة. وهي أشرت لكم بردانة، تفضل يا باشا. إيه وين صرت بالرسمة؟ ايه وبعدين معك؟ شو قلتي؟ بتعرفي انك عم تضحكي على حالك مو؟ شو صار ليش؟ بكفي بقى نظر، شفتك كيف كنتي عم تطلعي بمراد. ما صار شي ولا رح يصير شي بنوب.
أنا هلأ ما فيني أفكر بمراد أبدا، خليني بس ارتاح من فيدات بالأول وبعدين ممكن يصير شي. مستحيل، أنا وعدته لبابا. ايه بس هذا الوعد انتي مانك مقتنعة فيه. طيب شو فيني ساوي؟ يلا أرجيني أسنانك. ولك دخيل هالأسنان الحلوين أنا يا روح أمك. يلا يا عمري، وهلأ صار وقت النوم. أمي؟ شو قولي لي يا روحي؟ مرت عمي نفسه ييت بدون يضلوا كتير ببيت جدي لسه؟ حيرجعوا. ليش عم تسألي؟ إمتى جايين؟ بهالفترة. يعني قديش هي الفترة؟ أنت عم تحكي وتضيعي وقت مشان ما تنامي، ما هيك يا فارة؟ يلا نامي. شو ما نامت لسه؟ لا، كل يوم بتسألني نفس السؤال، إمتى رح يرجع ييت لعنا؟ إمتى رح يرجع ييت؟ وأنا ما فيني إلا بس تبطل ستك هالعناد بيرجع هو وأمه. أوف يا آسية، والله حتى أنا ما بعرف. تعي عمري. تعي، غطي حالك منيح، يلا. صدقني أنا اليوم كتير زعلت عليها، لأنه لما فتنا على البيت ما كان طالع لها حس أبدا. انتبهت. كنت بدي إلا ما تعملي هيك بحالك. ليكي ابنك طاهر ومرته كيف كلهم راحوا وصاروا بعاد عنا؟ إيه هنن ببيت أبي صح؟ يعني بالعكس هداك مثل بيتهم ومرتاحين فيه، بس والله ما عاد فهمت شي. عم نضحك على حالنا بمساواة البرك والكعك وشغل المطاعم. ما بعرف لسه لوين رايحين. وحتى أنا ما عاد عرفت شي، عن جد ما بعرف. أخ يا حبيبة قلبي يا آسية. صباح الخير فيداد بيك. صباح النور. لوين رايحين يا بيك؟ بدنا نروح نقيم لقيامة. اوه معناها اليوم ما رح نفطر مثل امبارح. حبيبي حياتي
ييت حبيب قلبي، يلا فيق، يلا يا عمري، يلا قوم يا باشا. صح صح يا بطل. ليك هالحركات؟ لا لا لا، يا بطل يلا فيق قوم حبيبي. يلا لازم تفيق لأنه عندك مدرسة. أنت شو قصتك اليوم؟ شمستك عالية، شكله هالولد ما شبع نوم. أوف بدي نام شوي كمان، شوي صغيرة مشان الله، بس شوي هالقد. يا ترى بتخليني أخذ لك ياهن وأكلهم لأصابيعك؟ يلا يا عمري، يلا حبيبي، يلا قوم بقى، يلا فتح عيونك، يلا حبيبي فتح عيونك. أوبا يلا 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 يلا. برافو. ولك شو بدي أعمل فيكن أنا؟ الله يا عيني، صاير عم تشتكي منه. ولك شو القصة؟ شوفي على الصبح. سلامتك. فاتح ومراد وينهن؟ بالأول صباح الخير أمي. عم أسألك وينهن؟ اثنيناتهم بالشركة. كيف نايمين هنيك؟ لا في شراشف ولا في لحافة. اتصلي سأليون، عم يعذبكن مصطفى؟ عم يعاملكن مثل الأسرة؟ اتصلي آسية، بلم حتتأخري على المدرسة. يلا يعني رح تطلعوا من البيت بدون ما تفطروا؟ تأخرنا كتير أمي. ايه فهماني عليكم، ما أنتوا ولادي وهالحركات تبعكم بعرفها. مفكرين حالكن عم تعاقبوني على أساس أنا رح أغير عقلي إذا عملتوا هيك؟ يلا روحوا تيسروا، والله معكم، تركوني قاعدة لحالي بهالبيت الكبير. أمي أنا عالشغل وبلم عالمدرسة، ارتحتي؟ أما بالنسبة للعقل فعقلك أنت أكبر من عقولنا كلنا. آسية يلا يا مرا. يلا أجيت. ما حذرتوا كلكن، أنتوا بالأخير رح ترجعوا لي. مستحيل حدا يغير لي رأيي بعد هالعمر كله. بكرة رح ترجعوا وتعرفوا قيمتي، بس يمكن وقتها أنا ما أقبل. ييت ماما. يلا يا عمري قوم حبيب قلبي. شش خلص ما تفيقي، اليوم بلا رحتوا على المدرسة، خليه يضل معك. طاهر بدك تعلمه يغيب كمان؟ شبكي نفس، الولد كان طول الليل عم يفيق لحتى يتأكد إذا لساتنا جنبه أو لا، حاسس عليه طول الوقت. إذا راح هلأ على المدرسة راح ينام هنيك، فينام ببيته أحسن. خليني أحمله، تعال يا روحي. دخيل قلبه هالحلو أنا. أوبا لك يسلم لي هالملاك، تعال طلعك على غرفتك حبيب قلبي. مصطفى. شو يا عمري؟ هالشغل شكله ماشي ما هيك؟ أي شغل بقى؟ قصدي على شغل المطعم، نفس للأطعمة ما غيره. طبعا ايه ان شاء الله، الله يوفقكم. يا سيدي أنا خطرت لي فكرة، برأيي إنه صار لازم ندور على دكان. ايه خلينا ندور على دكان، ليش لا؟ مصطفى بعرفه منيح لهالأسلوب. ولك أنو أسلوب هاد؟ لما تكون مانك جدي قال منشوف، ليش لا؟ معناتها ما رح تشوف شي. لا إله إلا الله. أنا قررت دور على دكان، لا توقف لي بطريق تطوري الاقتصادي. تطورك الاقتصادي؟ بالله أوف لك آسية أوف. خير مصطفى، مصطفى شبك. طالع على أمك يا بنت، برافو. صباح الخير بابا. صباح الخير معلم. بدي جيب لك السيارة بعد شي ساعة من هلا، امبارح بالليل كأنه في حدا طارق لي اياها وهربان. قديش بده وقت لتخلص؟ ايه ماشي يلا بخاطرك. سلام الله معك. نظر صاير ومرجان داك ديفران موجودين؟ خير إن شاء الله. جميل خير. شوفي
نظر صاير ومرجان داك ديفران موجودين؟ ايه بس يعني شو الموضوع؟ حضراتكم نظر صاير ومرجان داك ديفران؟ يا اخي احكي معي اذا بتريد، فهمني شو القصة هدول بناتي؟ في شكوى بحقهم يا بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. شو الشكوى؟ تهمة اختطاف واحتجاز، لازم يجوا معنا. لا اكيد في غلط. فهموني شو يلي صاير؟ نظر مرجاني احكوا شو فيه. تفضلوا اذا بتريدوا. اذا بتريد يعني اكيد في شي غلط. بناتي انا شو دخلون بالخطف والاحتجاز؟ ما عندي معلومات. اكيد هي آسية. انا بفتح. صباح الخير. اهلين يسعد صباحك. صباح الخير. لك صباح الخير يا حلوة، كيفك اليوم؟ طاهر هون ما هيك؟ ايه هون ما راح، مصطفى ناطره بالسيارة. طاهر يلا جاي نفس. أكيد في غلط. ليش أخذينهم؟ بس فهموني ليش. مو معقول يسوى. لا تكسروا ظهري وتاخذوا بناتي، بترجاكم اتركوهم اتركوهم. جميل جميل جميل. بابا جميل شو صار لك؟ دخيلك قوم، نحن هلا بحاجتك. هدول بناتي ليش بدهم ياخذوهم؟ ليش؟ مالي غيرك انا وبناتك. بابا جميل قوم واقف على حيلك. جميل يا الله دخيلك. بابا جميل لا تعمل فيني هيك. جميل شان الله اصحى. اخذوا نظر، اخذوا برجاني، اخذوا لي بناتي وراحوا. بناتي ضاعوا من ايدي يا تركان، ضاعوا. اذا بدك الصراحه سنيه خانهم كتير ندمانه كمان، بس هاد لعناد مثل ما بيقولوا يعني راسها يابس. خلص عسيه والله عيب. لك دخيلك شو مثاليه. أكيد فاتح. أنا بفتح. قوم اركضي يلا بسرعة افتحي له، شوفي لي هالفرحة والسعادة. لا وشفتي شلون خجلانة؟ براك قولي لفاتح يفوت لجوا. نفس كاليلي وآسية كاليلي وبراك يلمز موجودين؟ رد يلا. أهلين نفس. طاهر خير شبيك؟ مسكتنا الشرطة، يد حيضل حاله بالبيت. شو القصة طاهر؟ شبك
مدي ايديك يا اختي، خلصينا. وقف شوي، ابني جوا نايم. الله يوفقك، استنى، ما فيني اتركه. وقف بس لحتى يجي جوزي. Geldik yine güzel yapraklar dökülecek bekler rüyalarını kaç sonbahar geçecek. Geldik yine güzel yapraklar dökülecek bekler rüyalarını kaç sonbahar geçecek. Gel gör beni yar bey, gel gör eski ben miyim? Sen ellere yar oldun, ben daha gül ermiyorum. Ayrılık yoldaş oldu, geceler sırdaş. Bana hasret arkadaş oldu, ağlama kardeş bana. Ayrılık yoldaş oldu, geceler sırdaş. Bana hasret arkadaş oldu, ağlama kardeş bana. Gel gör beni yar bey, gel gör eski ben miyim? Sen ellere yar oldum, ben daha gül ermiyorum. Gel gör beni yar beni, gel gör eski ben miyim? Sen ellere yar oldum, ben daha gülerim.